مستمعينا مستمعاتنا صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم. يتواصل لقانا في يوم سعيد للتسعة متاع الصباح ديما بعد موجز الثمانية. يكون موعدنا مع ضيف الماتينال، وكما أعلنت في بداية الحصة اليوم ضيفنا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الثقافة السيد منصف بوكثير. صباح النور، مرحبا. صباح النور، مرحبا. أهلا وسهلا بك. أنتم مستمعينا ملي أعلننا على ضيفنا جاتنا مجموعة من التساؤلات نحاولوا نطرحوها بعد على السيد الوزير اليوم والجديد. بداية من منتصف النهار يشرع الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا في تعمير استمارة التوجيه الجامعي، ومش يكون الإعلان عن نتائج يوم الثاني من شهر أوت المقبل، أوت 2024. ضيف الماتينال سيد الوزير، بما أنه كما قلنا اليوم وانطلاقا من منتصف النهار يبدأ عملية تعمير استمارة التوجيه الجامعي، هات نعطيو فكرة المستمعين على جديد التوجيه الجامعي لهذه السنة. شنو الأحداثات الجديدة؟ شنو الحاجات ربما اللي تخلينا عليهم؟ كل شيء رقمي ولا حتى دليل التوجيه الجامعي رقمي؟ فبعض المعطيات فيما يتعلق بالتوجيه الجامعي لهذه السنة. شكرا على الاستضافة وعلى اهتمامكم بالشأن الجامعي. شكرا لك انت على قبولك دعوتنا، مرحبا بك. شكرا. ككل سنة بطبيعة الحال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعدت كامل الاستعداد لعملية التوجيه الجامعي اللي هي أهم عملية بالنسبة للتلامذة اللي تحصلوا على شهادة البكالوريا. وبالمناسبة مرة أخرى احنا نقدموا لهم معناتها تهانينا ونرحبوا بهم في العائلة الثانية نتاعهم، هي العائلة الجامعية. التوجيه الجامعي كما قلت عملية مهمة جدا، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذهبت كل سنة أن يتنظم أيام جهوية حول التوجيه الجامعي وكذلك أيام وطنية. انطلقت من يوم 15 جويلية في الجهات، كيقولوا جهات يشرف عليها الجامعات، تعرفوا عن 13 جامعة موزعة على كامل تراب الجمهورية. والأيام الوطنية بدأت في 18 جويلية إلى غاية 20 جويلية، وككل سنة الحقيقة تلاقي نجاح كبير وكبير جدا بمدينة العلوم. وتواصلنا حتى داخل الجمهورية على خاطر لقاء أو لسائل أن يسأل مدينة العلوم هي في تونس بالضبط، لكن راهو عملنا اتصال مباشر مع الجهات عبر اليوتيوب، عبر الوسائل التواصل اللي تعرفوهم الكل. عملنا حلقات نقاش، والأسئلة كما يجيكم في الإذاعة مباشرة يجيوا للأخيان اللي يشرفوا على عملية التوجيه الجامعي. احنا دليل التوجيه الجامعي منذ سنتين ولا مرقما بصفة كلية، والاستعمال تاعو سهل جدا، يعني ينجم كان إنسان يتصفح في كتاب، وكذلك البحث على اختصاص معين. يعني مش لازم باش يتصفح الكل، يعني كلمة معناتها بحث مثلا اختصاص اقتصاد وإلى آخره، باش يعطيه الاختصاص اللي حاجته به. الحاجة الثانية وهذه فرصة عطيتوها لنا باش نزيدوا نأكدوا على الطلبة على زوز أشياء مهمة. أولا ما يعتمدوا كان الاختصاصات الموجودة في دليل التوجيه الجامعي، وهون نخص اللي باش يسجلوا في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، خاطر حتى هذوك راهو أدرجناهم في دليل التوجيه الجامعي لمصلحة الطلبة نتاعنا. أي اختصاص يعرض عليهم غير مدرج في دليل التوجيه الجامعي ما يسجلوش فيه، لن نعترف به. واضح. شكون هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي فيما يخص اختياراتهم، وإحنا تفضلت أنت وذكرت توا ننطلق اليوم إن شاء الله ابتداء من منتصف النهار في تعمير فتح المنصة للطلبة التلامذة المتحصلين على البكالوريا إن شاء الله وقت يسجلوا وليه طلبة باش يسجلوا اختياراته. وهون ينأكد على تأكيد الاختيارات، يعني وقت يختار نخليه المحتين 27 جويلية يوم السبت منتصف الليل ينجم يعمل اختيارات يغير، لكن وقت يقرر ويثبت الاختيارات تاعه ويلزم التأكيد.
واضح بالله هني على ذكر الاختيارات، لأنه عندهم 10 اختيارات هما تمثيل ما يمت يعني عندهم 10 كاز 10 اختيارات. هل أنه يزم يعمروهم الكل سيد الوزير؟ هذا سؤال جاي توا على الصباح. أي احنا نصيحتنا للتلامذة يعمروا الاختيارات العشر، وراهو فرصة أخرى باش نأكد راهو مش على خاطر ثم ما يقال اللي هو خاطئ تماما، يقول لك أنا تو نعمل 10 اختيارات نعمرهم وتو يعطيوني الاخر ولا قبل الاخر حتى كان استحق ثاني وثالث، راهو عملية مستحيل. كل واحد يستحق اختيار نتاعه حتى ياخذ الاختيار الاولين، راهو ياخذ اللي المجموع النقاط نتاعه يخولوا. لكن علاش نقولوا 10 اختيارات يعمروا؟ باش ما يضيعش الفرصة نتاعه في التوجيه منذ الدورة الاولى. لكن الترتيب راهو هو اللي يختار الترتيب، ولا التلميذة تختار الترتيب لمصلحتهم. باهي، شنو هو الاختصاصات اللي تخلينا عليهم السنة، وشنو الأحداثات الجديدة فيما يتعلق ديما بالتوجيه الجامعي والمؤسسات الجامعية الجديدة؟ هو بالنسبة للتلامذة اللي باش يسجلوا ما يعرفوش الاختصاصات اللي كانت موجودة، باش نعطيهم اختصاصات معناتها مش باش تفيدهم على خاطر ما يعرفوش اش كان موجود. لكن احنا شنو المنهجيه اللي اخذناها؟ تو منذ سنتين نشتغلوا على كيفيه تحسين تشغيليه حاملي الشهاده العليا، هذاك عبر ملائمه التكوين مع سوق الشغل. وعليه بعد عمل دقيق ثم بعض الشعب اللي ما عادش فيها رغبه اولا، وثانيا عندنا اشكاليات في سوق الشغل. كما شنو؟ ما نحبش نذكر الاختصاص هذا حتى ترجع بالنظر للمواساة، وكان احنا المواساة نقلوا من شأنها راه مش هدايا. معناها نقولوا الاختصاصات اللي تم التخلي عنها لانها غير مطلوبه في سوق الشغل، وبالتالي عوضناها باختصاصات جديده. وهو كذلك هذاك علاش احنا منذ سنتين العمليه كيفاش تتم هي الاختصاصات، انه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي كل سنه تفتح المجال للمؤسسات الجامعيه عبر الجامعات لاقتراحات مسارات تكوين جديدة فيها التقييمات، وقتها نعطيهم التأهيل. احنا توا منذ سنتين ما عادش نعطيه تأهيل جديد، علاش؟ خاطر عملنا تقييم شامل، وان شاء الله منذ السنة الجامعية الحالية الا في المؤسسات اللي باش نحطوها جديدة، كما سنا احدثنا مؤسستين جديدتين، المعهد العالي للهندسة الرقمية بتونس جامعة تونس واحد، وهنا الناس تحب تاخذ عليه أكثر تفاصيل، لأنه مستمع قلت لي حتى كي مشينا لمدينة العلوم حاولنا ناخذ أكثر تفاصيل على المؤسسة الجامعية هذية فما تمكنناش. ثم المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بقفصة جامعة قفصة، هذوما زوز أحداثات جديدة فيما يتعلق بالمؤسسات الجامعية. بالنسبة للمعهد العالي للرقمنة بجامعة تونس هدايا، هي الحقيقة كانت مؤسسة موجودة لكن تؤمن في اختصاصات أخرى. قلنا الاختصاصات هذوما مؤمنين في نفس الجامعة في مؤسسة أخرى، وعليه وقع اقتراح أنه نغيروا الصبغة نتاع المؤسسة كلها إلى مجالات تكوين مطلوبة جدا، وتعرفوا الرقمنة والإعلامية من أكثر الاختصاصات المطلوبة. صحيح. هذاك علاش احنا غيرنا مؤسسة كاملة، يعني مؤسسة كاملة تبدلت الاختصاصات تاع التكوين تاعها. والمؤسسة هذه عندها خصوصية أخرى، أنه التدريس في المؤسسة هذه باش يكون باللغة الإنجليزية حصرية، يعني باش يتوجهوا راهو باش يقراوا باللغة الإنجليزية لفتح الآفاق أمامهم على النطاق، مش كان النطاق الدولي، راهو حتى في تونس تعرفوا عندنا العديد من الشركات اللي يستثمروا في تونس يستحقوا اللغة الإنجليزية. كلنا نستحقوا اللغة الإنجليزية، لغة عالمية، الناس كل حتى الباحثين اليوم باش يتحصلوا على المعلومات وعلى الكتب، معناها أكثر المصادر نلقاوها باللغة الإنجليزية، ومواقع البحث كيف كيف من أكثر اللغات المستعملة في العالم، فبالتالي هذه نقطة مهمة. وهو كذلك احنا السنة الفارطة راهو زاد السنة اللي قبل الفارطة أحدثنا مؤسسة تكوين هندسي في الجيوماتيك تابع جامعة منوبة، والتدريس باللغة الإنجليزية. ونسب النجاح فيها كيفاش كان؟ نتصور ما يمشي غادي كان يكون متميز في بطبيعة الحال، على خاطر ثم احنا اول حاجة عنا هي المعهد التونس للأعمال، تونيزيان بزنس سكول، هذاك اول مؤسسة يدرس باللغة الإنجليزية.
وثم حتى اختبار للغة الإنجليزية باش على خطر اللي يقرأ يلزم يكون عنده الحد الأدنى من التمكن من اللغة الإنجليزية. معناتها العملية ناجحة جدا. علاش؟ خاطر المؤسسة هذه ما عندناش فيها بطالب الكل، نحكي على تونس، معهد تونس للأعمال، تونيزن بزنس سكول. السنة اللي قبل فارطة عملنا الأحداث الجديدة هذه، معناتها المعهد ليكول، المدرسة الوطنية للمهندسين في الجيوماتيك تبع جامعة منوبة، والتدريس حصريا باللغة الإنجليزية. وهذه السنة المعهد الجديد هذا، المعهد العالي للهندسة الرقمية بتونس. يعني اللي مشي تواجه هذيك، خاطر المستمع اللي سألتني هذا الصباح قالت لي بربي اسألوا على المعهد العالي للهندسة الرقمية، يزم يكون متميز في اللغة الإنجليزية وسكورو يكون تقريبا، يزم يكون عالي، ما نتصور يزم يكون على خاطر هذيك لغة التدريس بالضبط. يزم يكون متمكن من اللغة الإنجليزية، وطبيعة حال معناتها كيفاش يعملوا المجموعة النقاط نتاعهم، عندهم فورميولا يعرفوها وينجموا يحسبوا. والمؤسسة الثانية اللي أحدثناها كيف كيف، المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بقفصة، تعرفوا التكوين الشبه الطبي، المجال هذايا فيه تشغيلية عالية جدا ومطلوبين في الداخل وفي الخارج. احنا حاجتنا الداخل صحة، وهذاك علاش احنا المدارس هذوما عنا في تونس العاصمة، في سوسة والمنستير وقفص وصفاقس. توا ولينا في قفص، توا مشينا شوية للجنوب. علاش؟ خاطر ما ثم تأطير وثم عندهم الاستاج اللي عملوهم، دونك نقصوا شوية الضغط على المستشفيات في تونس الكبرى والساحل وصفاقس، نمشي شوية للجنوب. في قابس عنا معهد للتمريض، قلنا في قفصة نعملوا المدرسة هذية، وإن شاء الله تمنياتنا بالنجاح للمولودين الجديدين بالنسبة للتعليم العالي. بالنجاح والتوفيق إن شاء الله. كي نحكيه تعليم عالي أو توجيه جامعي، مع التوجيه الجامعي نحكيه زيادة الحياة الجامعية للطلبة، لأنه يختاروا الجامعة متاحهم، لكن يخموا في نفس الوقت في السكن والأكلة الجامعية والنقل الجامعي، حياة كاملة، عالم كامل. مدى جاهزية الوزارة متاعكم سيد الوزير لاستقبال السنة الجامعية الجديدة فيما يتعلق بالخدمات الجامعية؟ والله قبل كل شيء نحب نشكرك على السؤال هذا. علاش؟ على خطر الحياة الجامعية توا احنا كل سنة معناتها نخرج في الإعلام، ولكن من المسكوت عليها. وهو باش نقول لك الأهمية نتاع الحياة الجامعية. بالنسبة للحياة الجامعية بالنسبة لي نحن ماذا تعني؟ تعني إسناد منح ومساعدات للطلب، توفير الإسكان والإطعام للطلب، تشجيع الطلبة على الأنشطة الثقافية والرياضية. عندنا مراكز، عندنا 17 مركز للأنشطة الثقافية والرياضية، وكذلك تأمين المتابعة الصحية والإحاطة النفسية. مش شوية 17 مركز، نقول لك علاش كيف عملت الحسبان. عندنا في تونس 173 مبيت جامعي، وعندنا 85 مطعم جامعي، وفي المقابل أنا 17 مركز ثقافي ورياضي. المراكز الثقافية ما عطيتش أنا الملاعب اللي عندنا، ما عطيتش، هو في كل حي عندهم مجال ينشطوا فيه. تلقى فيه يا معناتها ملعب رياضي، يا قاعة للتمرين في الأحياء الجامعية. فهمتك. المركز هو مستقل بذاته، هو مجمع، مش كل حي باش نعملوا له مركز. المركز هو باش يجمع عديد المؤسسات الطالبية، وهذاك علاش مش كل حي باش نعملوا له مركز. فهمتك. هذاك هو الهدف. راهو كي ترى انت توا في العالم من البلدان القلائل اللي عندها مراكز تعنى بالأنشطة الثقافية والرياضية، تخص تنجم تلقاها في وسط المؤسسة، لكن مركز مستقل بذاته مش ديما موجود في برشا بلدان. مش موجود صحيح. احنا مركز كامل كيما تقول انت، دار شباب ولا دار ثقافه، تلقى فيه سنتر، فيه مجموعه من الانشطه الثقافيه والرياضيه. باهي المستمعين ما يعرفوش قديش الدوله تصرف على السكن الجامعي والاكله الجامعيه ومدى المجهود، لانه اليوم الولي شنو يحب؟ يحب ولده ياخذ الاختصاص اللي اختاره، يسكن في مبيت جامعي فيه جوده
ذو جودة، ماذا بيه البيت يكون فيها زوز من الناس مش ثلاثة، ماذا بيها تكون قريب مش بعيد عن، فيخمم في الكونفور متاع ولده. هذية طبيعي. اليوم أنتم كوزارة أعطيونا معطيات حول كواليس ربما المواطن ما يعرفهاش، قديش الدولة تستثمر في هذا المجال، الخدمات الجامعية بجميع أنواع سكننا. بالنسبة للميزانية تاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعرف اللي تونس تبنيت على المصعد الاجتماعي، يعني عن طريق التعليم العمومي. وفي السنوات الأخيرة الحقيقة تعطل المصعد الاجتماعي. دونك خذينا على عاتقنا كدولة، كمعناتها مشرفين حاليا بطبيعة الحال السيد رئيس الجمهورية أكد على ذلك، أنه نولي اهتمام كبير للجانب الاجتماعي. وهذا علاش تو باش نعطي نسبة وهو نقولها على المال المباشر وتنجموا تشوفوا، أو إذا كانت تلقاو دولة توفر النسبة هذه بربي ماذا بيا نعرف، أنا حاولت ما لقيتش. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عندها 4 برامج كبرى. البرنامج المخصص للخدمات الجامعية وحده 21% من اعتمادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. من الميزانية العامة تاع الوزارة، اللي هي نسبة مرتفعة جدا. نزيد أكثر من هكا، كما تعرفوا احنا التأجير كما أي مؤسسة عمومية ولا خاص، التأجير هذاك مصاريف إلزامية ما نتحكموش فيها، ما نجموش نخلصوش العباد. منظورين لازمنا نخلصهم، هذاك وجبنا. كي نحيو الكلفة نتاع التأجير من الميزانية العامة نتاع الدولة التونسية نتاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شنو نخصوا احنا الخدمات الجامعية؟ نخصوا قرابة 50% من ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. نسبة كبيرة معناها نسبة كبيرة. عندنا 212 مؤسسة جامعية لازم نتولاو بهم، عندنا بحث علمي، عندنا كيف مراكز وإلى آخره، هذوما كلهم يقسموا 50%، والخدمات الجامعية وحدها تاخذ في 50% إذا استثنينا بطبعة حال التأجير اللي هو ذاك مفروض علينا ما نجموش نتحكموا فيه. في هذايا الكل احنا بالنسبة للمنح والمساعدات، عنا راو المنح هذيك معروفة حسب الدخل السنوي للولي، وكذلك عنا منحة نسميها منحة الإدماج. منحة الإدماج هي تخص اللي نجحوا جدد في البكالوريا أي. ومن العائلات محدودة الدخل ولا دخل متوسط حسب الإمكانيات اللي عنا. كل طالب جديد يخضع للمقاييس هذوما ياخذ 500 دينار منحه ادماج. معناها ماهيش بوخس وماهيش قرض جامعي، لا وانما منحه تاع ادماج. هذيك تعطيها الدوله التونسيه عن طريق وزاره التعليم العالي، تسمى منحه الادماج. هو باش تنقل من العائله نتاعو باش يمشي لمكان اخر، كما نقولوا احنا باش ياخذ حاجات الى اخره. شكون ينجم يخدم؟ الدوله التونسيه. فما شروط معينه. ثماني قلت معناتها العائلات محدوده الدخل، ونمشيو حتى المتوسط الدخل حسب الطلب والميزانية اللي احنا وفرناها. 500 دينار لكل طالب يستجيب للمقاييس هذه بقطع النظر على المنح. وثم مساعدات أخرى اجتماعية ظرفية، مثلا ثم طلبة عنده إشكالية في النظر، عنده مشكلية كذا، الوزارة بينسير توفر لهم اللازم. بالنسبة للمنح وهذوما اللي كنت نحكي عليهم المساعدات، الدولة التونسية توفر معناتها مثلا السنة الفارطة معناتها وفرنا قرابة 150 مليون دينار، راهو 150 مليون دينار مع ترتقي الميزانية بعض الوزارات للجانب هذايا. بالنسبة للسنة الحالية نقدروا تقديراتنا باش نفوتوها نوصل لكم حتى 170 مليون دينار. الأكلة الجامعية الأكل الجامعي كما تعرفوا راهو ديما نقول فيها الأكل الجامعي هي مجانية، خاطر 200 مليم كنا نقضيه وما عندها حتى شيء. و 200 مليم يعني مجانية لكل طالب مسجل في مؤسسة عمومية. راهو الكلام اللي نسمعوا فيه لازم يكون عنده منحة، لا، كل طالب مسجل في الجامعة التونسية العمومية عنده الحق في الأكل الجامعي. عم ناول قداش وفرنا أكلة يوميا معناتها في المعدل 78 ألف أكلة يوميا، وفي العام وفرنا فوق من 14 مليون أكلة.
جميع، يعني تكلفة كبيرة جدا. وذلك علاش نحكيه على الجانب الاجتماعي، على الأقل الطالب ينجم ياخو وجبتي الغذاء والعشاء بطبيعة حال توفرها له الدولة التونسية. بالنسبة للسكن، السكن احنا المؤسسات الراجعة بنظر لوزارة التعليم العالي قرابة 56,000 مع تسارير نوفره به، إضافة لذلك باش نوفروا أكثر عدد ممكن للطلبة نتاعنا نلتجئوا للكراء، مع مقرات تستجيب للمعايير، وعندنا قرابة 13,000 سرير نكريوهم للطلبة نتاعنا. جست باش نختم على النقطة هذه، احنا الطالب وقت يسكن يدفع 10 دنانير في الشهر، وقت اللي السرير يتكلف على الدولة إذا كان احنا 75 دينار اللي تابع الدولة، هذاك حسابه واحد 80 دينار، لكن كي نكريو احنا يتكلف لنا السرير الواحد بين 75 دينار و 130 دينار حسب الجهات. لكن ديما الطالب يسكن في مقر مكري ولا تابع للدولة التونسية خلص كان 10 دنانير. هذا فيما يتعلق الخدمات الجامعية، حكينا على توجيه الجامعي وبعد الخدمات الجامعية، توا مش ندخلوا المواضيع قديمة جديدة لأنها كل مرة تتجبد، ملف الدكاترة العاطلين أو المعطلين عن العمل اللي هو ملف كبير، ملف تم تناوله حتى في لقاء سيادتك بسيادة رئيس الجمهورية نهار 4/17 جويلية، وقال هو لابد لإيجاد حلول عاجلة لملف الدكاترة المعطلين عن العمل. الملف هدايا هو ملف حارق بطبيعة الحال. أنا بطبيعة الحال قبل ما نكون ويحصل لي الشرف شكون وزير التعليم العالي والبحث العلمي والآن مكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية، أنا أستاذ جامعي وباحث ومؤطر بطبيعة الحال، وبطبيعة الهدف نتاعنا شنو هو؟ احنا وقت نأطروا طلبة نتاعنا حبهم مباشرة يلقاو الشغل. كما تعرف في السنوات الأخيرة هو راو زاد باش نكونوا واضحين، ما ثمش آلية التشغيل 100%، راو مش كل واحد ياخذ شهادة يلزم الدولة تشغله، هي مش بالضرورة هذه متفقين فيه في كل محمول المجالات على الدولة التونسية يعني وعلى وزارتنا احنا أني تعطي تكوين جيد يكون ملائم لسوق الشغل إلى آخره. بالنسبة للدكاترة، تو الدكاترة ثم السنوات الأخيرة ما وقعش فتح خطط جديدة. بالنسبة للسنة الفارطة والسنة هذية فتحنا مثلا السنة الفارطة فتحنا 1136 خط تنتداب للدكاترة هذوم في تاريخ تونس بعمرها ما كانت دورة تفتح بالعدد هذا. السنة حالية توا قاعدين يعملوا في اللجان تعمل في تقييم معناتها الترشحات، وان شاء الله في انطلاق السنة الجامعية باش نعلو على النتائج. كيف كيف فتحنا 976 خط انتداب جديد. باهي هنا سيد الوزير الناس تسأل، السنة الفارطة والسنة هذه يعني عندنا قرابة 2100 خط جديدة. قص على حديثك بالعسل، علاش حبيت نوقفك هنا؟ 2100 خطة جديدة، أكيد وصلت العديد من الملفات والترشحات، والناس تتسائل شنو مقاييس الاختيار؟ علاش فما ناس بعثوا لهم يجتازوا المناظرة وناس أخرين لا؟ كيفاش تمت عملية الاختيار؟ أولا أكيد فما لجنة اللي هي بها مش سيادتك مباشرة، لكن لا لا نعطيو فكرة عامة. لا لا أنا أشرف على كل شيء وتحمل المسؤولية على كل شيء. مالا سؤالي في محله، مش للراجل المناسب. لا لا حتى مشكلة، يعني احنا أنا الوزير وأتحمل كل ما يخص الوزارة التي أسيرها. هو الانتداب كيفاش تم العملية؟ العملية تم بصفة الموالية، أنه المترشحين نفتحوا احنا المجال لتقديم الترشحات، يقدموا الترشحات نتاعهم، وثم لجان الانتداب به عندها مقاييس. اللجان شنو تعمل؟ تدرس الملفات وتعطيها بطبيعة الحال أعداد حسب المقاييس اللي هي حدتها، وبعد ذلك كل المترشحين يصير استدعاهم للقيام بتقديم معناتها حصة مناقشة قدام اللجنة كل مترشح. السنة هذه غيرت، علاش؟ على خاطر ثم مترشحين
معناتها باش يعملوا هكا المناظره هذيك مع اللجنه، لكن ما عندهم حتى حظ باش ياخذوا الخط. علاش ما عندهم حتى حظ؟ باش نقول لك. مثلا في اختصاص معين، احنا عندنا 5 خطط مفتوحه وعندك 150 مترشح، 150 يتناظرون على 5 خطط. الملف ياخذ 65% من عدد الجملي للنقاط، وال معناتها والشفاه هي 35%. يعني ثم مترشحين كي تعطيه انت باش تعمل له المناظره الشفاهيه تعطيه 100%، ما يوصلش باش ياخذ، باش يكون فك 3 لوائل. احنا علاش نضيعوا لهم في وقتهم؟ وعلاش ثم زاد راهو كلفه على خاطر تنقلوا، يلزم يمشوا وين مقر اللجنه. الحاجه اللي عملناها جديده السنه، انه اش قلنا؟ قلنا اولا لمزيد الشفافيه، وانت كنت سيادتك تحكي شنو هي المقاييس والى اخره. المقاييس مضبوطه، وكل مترشح قبل ما تصير دراسه الملف نتاعو خذا المقاييس، شبكه المقاييس كيفاش باش يصير التقييم به. بعد ما اللجنه تدرس الملفات، طلبت منهم، وهذا يتم ابتداء من السنه الحاليه، كل مترشح وقع مدوا بشبكة التقييم الخاصة به. زد على ذلك نعطيهم هامش من الوقت، بضع أيام، قولوا إذا كان عندكم اعتراضات تنجموا تقدموها للوزارة، تبعثوها للجنة، واللجنة مطالبة باش تجاوبهم. ما نجموش نكونوا أكثر شفافية من هذا، وهذاك وجبنا. هذا فيما يتعلق بملف الدكاترة الباحثين والانتدابات الجديدة، 2100 خطة بين عمناه والوسناها كقال سيد الوزير. نواصل مع الأساتذة، لأنه فما سؤال يهم ترقية أساتذة السلك المشترك. منذ سنة 2019 متوقفة ترقية هذه، والناس تستنى وتتساءل وقتاش. لا احنا راهو الترقيات تخضع إلى مقاييس، وكذلك الى واحنا جاونا الخيام في السلك المشترك ووضحنا لهم، قلنا لهم راهو سنفتح مناظره للترقيات اللي تخصكم، لكن راهو اسمها ترقيات، هي مناظرات، معناتها ثم عدد معين من الخطط تفتح المناظرات، ووضحنا لهم ما هي الاسباب، والملف هو جاهز، وان شاء الله في القريب العاجل باش يصير فتح الموضوع هذه. ما راهو ما ثمش انتقال آلي في التعليم العالي والبحث، فما مناظرات ديما اللي يخص صنف التدريس المدرسين، مهما يكون الصنف راهو ما ثمش مع ترقية آلي، ماهوش موجود بتاتا، كله عبر المناظرات. واضح، جاوبنا على أسئلة الناس. فما نقاط أخرى توا بأسلوب برقي سيد الوزير، التعليم العالي الخاص، لأنه اليوم الحديث على تنقيح قانون التعليم العالي الخاص، ما واقع لهذا القطاع، كيفاش نجم نحافظوا على مصداقية الشهادات الوطنية متاعنا، شنو حوالو التعليم الخاص، والملاحظات اللي قاعدة تجي في تقارير الهياكل الرقابية اللي تابعة سيادتكم، شنو جاء فيها، أبرز ما جاء فيها؟ أنا ديما ننسب الأمور، قطاع التعليم العالي، مش التعليم العالي الخاص، رأي المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، المؤسسات الخاصة، نعم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشرف على القطاعين، يعني قطاع التعليم العالي معناتها مؤسسة عمومية أو خاص. واضح. ثم مؤسسات تشتغل، احنا ما عندنا حتى مشكلة. المؤسسات هذوما ماخذين ترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إذا كان هما يستجيبوا لما طلب منهم لكل الشروط، ما عندنا حتى إشكالية معاه. الشهادات نتاعهم معترف بها وأمورهم واضحة. ما عندنا حتى إشكال في هذاك، ما نجموش نعطيوها ترخيص وبعد ما نستعرفوش فيه. ما تدخلش الوزارة في الأسعار. لا هاو باش نقول لك فين الإشكال. الإشكال أنه في بعض المؤسسات، وما نعممش، كنت نحكي لك على الدليل التوجيه الجامعي، يمشيوا المؤسسات التعليم العالي خاص، مؤسسات خاصة للتعليم العالي، ويسجلوهم في اختصاصات اللي هي مش معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مش معنى على خاطر هي تخضع المؤسسة الخاصة، اش تعمل؟ هي توضع ملف في فتح مسار جديد. وقت يوضعوا الملف هما يبدو يسجلوا في الطلبة، وبعد الملف هذاك ما يتقبلش،
يعني اللي يسمعوا فينا ولادكم مش يقراوا في المؤسسات متاع التعليم العالي الخاص، إذا ما لقيتوش في دليل التوجيه الجامعي الاختصاص متاع المؤسسة الخاصة فذيك غير معترف بها، معناه في الدليل التوجيه الجامعي تلقاو زاد الاختصاصات الموجودة في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي. توا كلمتين على التعاون العلمي بربي بعد إذنك في 10 ثواني بالنسبة لهذايا الموضوع متاع التعليم المؤسسة الخاصة للتعليم العالي، احنا راهو نشتغلوا على تنقيح القانون اللي هو من 2000 عنده 24 سنة، وكذلك حتى مجلس النواب عنده مبادرة في الجانب هذا، واحنا ان شاء الله في القريب العاجل باش نحيلوا المشروع التنقيح باش ننظموا اكثر القطاع هذا الى رئاسة الحكومة قصد النظر بطبيعة الحال في عرضوا على انظار مجلس الوزراء. هي لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة في مجلس نواب الشعب قالوا نجموا نعملوا دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية لتنقيح قانون التعليم العالي الخاص. اي هم عندهم مبادرة واحنا عندنا مشروع، تمنينا انه يكون مشروع واحد اللي ما فيه خير للقطاع، وعلى كل حال ان شاء الله المشروع نتاعنا وكنت نقلت للجنة وتناقشنا حول المشروع نتاعهم وقدمت مشروع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المهم إن شاء الله نخرج بمشروع يرتقي بالقطاع هذا لما هو أفضل. التعاون العلمي والأكاديمي وتطويره والجديد فيه، نحن نعرف تونس تتعاون مع مجموعة من البلدان فيما يتعلق بالبعثات بالفرص التكوين التدريب حتى الدكتوراه والتيز المشتركة، فما جديد في المجال هذا؟ احنا خذينا قرار انه عنا التعاون الكلاسيكي مع الدول اللي عنا معها علاقات عريقة في أوروبا، لكن قلنا يلزم نوع الشركات نتاعنا، وهذاك علاش منذ سنتين السنة الفارطة بمناسبة القمة الفرنكوفونية عملنا اتفاقية مع الجانب الكندي في ميدان البحث العلمي يعني، وخرجنا حتى تنقلت أنا لكندا بمناسبة قمة وعطينا النتائج نتاع البحوث اللي باش يقع تمويلها مناصفة بين الدولتين. نعم. عملنا كيف كيف اتفاقيات مع كوريا الجنوبية، يعني كوريا الجنوبية كيف كيف في مجال البحث والتكوين. والسنة الفارطة مشيت وزارة رسمية معناتها مثل الدولة التونسية إلى بريطانيا وأطلقنا اتفاقية ضخمة جدا بيننا وبين بريطانيا، وسنا بعثنا طلبة 3 طلبة المتميزين من الطلبة متاعنا إلى أكسفورد يونيفرسيتي من أشهر الجامعات البريطانية لتنويع بطبيعة الحال التعامل مع الدول الكل، معنا حتى مشكلة وين ثم مصلحة للطلبة نتاعنا للدولة نتاعنا احنا راو نمشي فيها. نعم. مش نختموا لقانا رغم اللي الحديث معك ذو شجون ومازلت الأسئلة، لكن الوقت هو اللي وفاه. سيادتك مكلف بتسيير وزارة الثقافة وما نجمش ما نسألكش على الثقافة ونحن في موسم مهرجانات ثقافية، تقييمك سيد الوزير لمختلف السهرات والمهرجانات والمجال الثقافي واللي قاعد يصير في مجال الثقافة اليوم؟ احنا بتعرفوا الأنشطة الثقافية تكون يعني متنوعة خاصة في الصيف، وهذا اللي قلته حتى في وزارة الشؤون الثقافية، احنا يلزم العمل على ان الأنشطة هذه تكون على مدار السنة، اولا باش المبدعين والفنانين والممثلين والسينمائيين يشتغلوا على مدار السنة، وثانيا لتقديم مادة دسمة الى المواطن التونسي، على خاطر من غير ثقافة راهو ما نجموش نكونوا معناتها شخص متوازن وينجم يقدم الإضافة. بالنسبة للمهرجانات، تعرف الإشراف المباشر لوزارة الشؤون الثقافية هو على مهرجاني قرطاج والحمامات، والوزارة تدعم قرابة 300 مهرجان موزع على كامل تراب الجمهورية قدموا في الدعم. بالنسبة للمهرجاني الحمامات والقرطاج، وانتم أكيد تتابعوا كصحفيين إلى حد الآن والحمد لله، حاولنا باش تكون برمجة متوازنة، هي فرصة باش نشكروا الهيئة بطبيعة الحال تاع قرطاج والحمامات على البرمجة والنقاش معنا، وكذلك التنظيم
خاطر ديما ننساو الجانب هذاك، وإلى حد الآن والحمد لله هذيك قدرة تونس على تنظيم التظاهرات الكبرى. وريتو في قرطاج معناتها الشبابيك مغلقة كما في الحمامات وكل شيء تعدى لاباس. بالنسبة للمهرجانات الأخرى احنا نحاولوا مع الأخيان في الجهات أن نرتقيوا شوية بالذوق العام. علاش؟ على خاطر راهو يلزم نوعو، لكن نمشيو للنوعية زادة. احنا نعطيو في دعم، وماذا بينا الدعم يجيب لنا عروض ذو جودة عالية ترتقي بالذوق العام. احنا نتناقشوا معاهم، وسنا حاولنا مشينا لحاجة أخرى، قلنا جزء نعطيوه دعم مادي والجزء الآخر نختار ونعطيوهم احنا عروض. ثم عروض موجودة في المهرجانات راهو دعمتها مباشرة وزارة الشؤون الثقافية. إن شاء الله ترجع بحثينا مرة أخرى مش نحل مع بعضنا ملف الثقافة بعد المهرجانات بالطبيعة، بعد لا يوفى موسم المهرجانات هكاك الناس نجم تقيم وتنجم تاتي ملاحظاتها. نحن نشكرك برشا سيد الوزير المنصف بكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الثقافة. شكرا لك على المعطيات الكل. شكرا على الاستضافة. بالتوفيق لك ويومك أسعد الأيام إن شاء الله. يعيش بارك الله فيك.